رقم 10. طيب لو قلنا ان جهاد الحسين الله يعطيك طولة العمر، يعني لو قلنا ان جهاد الحسين اليوم عمره 28 وفت وفي افضل مواسمه، نقول زي موسم 2014 او موسم 2012، وجاه عرض من نادي، من النادي اللي ودك تروح له على اساس انك تحس ان رؤوس الحربه اللي فيه بيريحونك كثير، تقدر تبان معهم اليوم، من راس الحربه بظل الموجودين هلا في الدوري السعودي؟ ايه الاسماء الكبيره اتمنى مع الاتحاد، مع بنزيما وحمد الله، مهاجمين على مستوى عالي. اذا بيكون قدامك مهاجمين وانت صانع لعب اكيد راح ترتاح اكثر من يكون قدامك مهاجم واحد، بيظل موجود مهاجمين، لانه انا جربت في نادي الكرامي كنا نلعب بطريقه 3-5-2 دائما قدامي مهاجمين، فاريح الي بالخيارات، بصير خياراتي اوسع واقرب للمرمى كصانع لعب، بصير انا باصاتي كثير قريبه من المرمى اكثر من لما بلعب مهاجم واحد. باقي الفرق ما حد عم يلعب مهاجمين ابدا، اتوقع الهلال مهاجم واحد، الاهلي مهاجم واحد، فتره لعب الاهلي هلا موجود فراس بريكان، نعم عم يلعبوا مهاجمين، لعب بدا يلعب اي عم يلعبوا مهاجمين. فقلت لك هلا الفرق اغلبيه عم تميل للمهاجم ثاني اكثر